يو يو يو، ازيكم يا رفاق؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اوي اوي اوي. فانا النهارده قررت ان انزل لكم الفيديو اللي قلت لكم عليه قبل كده دوت من وانا في السياره، عشان اغير لكم كده المود. زي كل مره انزله لكم وانا في البيت ونفس المكان، فانتوا كده هتزهقوا. فانا قلت لا، اغيره لكم واخلي لكم من مكان تاني. فيا ريت طبعا، يعني قبل ما ندخل الفيديو طبعا، نصلي على النبي ونذكر الله ونقول لا اله الا الله. وطبعا اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا ندخل على الفيديو. يو يو، ازيكم يا رفاق؟ شوفهم، انا نزلت لكم كده شورتس صغير عن وانا بلعب مع قطة، مع اني ما بحبش القطط على فكرة. يعني انا طبيعي ما بحبش القطط. اه ممكن اجيب لهم اكل، احط لهم مية، الحاجات دي، انما العب معاهم دي صعبة شوية يعني. فكنت بلعب معاها عشان هي ورق ازاز، انما لو كده مش هقدر العب معاهم. فانا هنزل لكم كمان مقطعين لكلاب، كلبين كده يعني، وشوفهم حلاوتهم ما شاء الله تبارك الله. ويعني وازاي بيلعبوا مع الواحد، وهم لعيبه اصلا، ان هم اصلا بيحبوا اللعبه اساسا. منهم هاسكي والتاني كريفون او كريفيون حاجه زي كده. فشوفهم بقى حلاوتهم ما شاء الله تبارك الله. وانتوا هتلاقوا الهاسكي على فكره عايز يلعب، يعني وده يلعب اساسا يعني. فهنزل لكم الفيديوهات واقول لكم خدوا بالكم من نفسكم، واتمنى ان الفيديو يعجبكم وتشوفوه للاخر، عشان بجد اللي مش هيشوف الفيديو للاخر هيفوتوا نص عمره بجد. فاقول لكم جود باي. يا شقية انت يا شقية. بس اقعدي بقى، بس اقعدي 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 تعالي. شوفوا ده بقى، بس يا ابني اهدى يا ابني اهدى يا ابني اهدى يا ابني. بيعمل ايه؟ شوفهم بيعمل ايه. بصورك، بصورك.